تكلم على من غير حواجز ولا ارتباك ولا أمر، كل إنسان بضميره أي طلب له قدمه للإدارة، والإدارة استجابت لمطالب الشعب كافة وأوعدت قدر الإمكان بثلاث أمور: بمادة الخبز، بمادة الثروة الحيوانية، بمادة المعونات للمواطنين، الدعم الإغاثي هذا. ونشكر الإدارة على اهتمام بهذا الأمر. يصيب أحيانا حسب التوجيه المحلي، كان التوجيه المحلي للأمانة من مثل ما قلنا اللا مركزية إلى المركزية، أي إدارة سرين هي صاحب دقة. بشكل عام عن الوضع الخدمي، الوضع الأمني بشكل عام لامسنا بعض الاستجابة إن شاء الله بالأيام القادمة، وعدهم الإدارة إن شاء الله أنه يحلون الأمور المستعجلة على قدر الإمكان، وخصوصا الوضع الأمني لأنه هناك معاناة بين الدوريات اللي عم تطلع على المنطقة، عم يصير استغلال أحيانا من بعض المتطرفين أو قطاع الطرق، حالات نصب يأتون إلى مثلا إلى القرى بهيئة أسايش، نتفاجأ بعد فترة زمنية أنهم نعم قطاع طرق أو سارقين. تحدثنا عن الأمر كمجلس أعيان، نسقنا بيننا وبين الإدارة الذاتية بها الاجتماع، وتحضرت وجهاء المنطقة ما يعادل 35 إلى 40 شخص من وجهاء المنطقة، وحاولنا في هالاجتماع هذا ننجز شيء كان موقف أو كانت عليه خطوط. حاليا انعرضت هموم الناس كافة وحل لحل مشاكلها وآرائها فيما يجري في هالمنطقة. توجد عندنا آراء وشغلات موجودة بدها دراسة، بدها حل، مثال الأمور الخدمية من مازوت، من خدمات، من مياه أعلاف، حل الأمور هذه تناقشت بنطاق واسع. نحن كمجلس تنفيذي لإقليم الفرات مع مجلس العدالة وهيئة الداخلية قمنا بلقاء وجهاء والشيوخ عشائر ناحية سرين وبعض الرموز الاجتماعية والمثقفين. هذا اللقاء كانت واحدة من سلسلة من اللقاءات التي بدأناها وسوف نستمر بها باللقاء مع الأهالي والمواطنين في إقليم الفرات في كافة المناطق للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومطالبهم وشكاويهم حول بعض الأمور الخدمية والأمور العامة بشكل عام. يصيب أحيانا حسب التوجيه المحلي.